Hey guys, long time no see. شحال ما شفتكم وشحال ما شفتوني. I hope you're doing good. الناس اللي ما كيعرفونيش, hello. انا اسمي نور, عندي 21 سنه. I make videos about lifestyle, fashion, my life in general and things that work for me that might work for you as well. So yeah. This is the very first episode of Spilling a Tea, which is basically واحد لا سيري جديده غادي نبداها سو فورم دي بودكاست, ميني بودكاست ان فيت اللي غيكونوا فيهم 12 to 15 minutes max. So this video غادي تكون موجهه للناس اللي كيعانيوا من ستريس, انكزايتي, القلق المفرط او القلق اللي كيجي غير هيدا مره في النهار. كل واحد كيفاش عنده. It's called chronic anxiety او just like anxiety عادي. حتى شهاد نوبة القلق هما واحد الحاجة اللي كانت بعد انا كتجيني بزاف especially مي ما كنكونش عارفة شنو غنعمل او لا شي حاجة كانت سنها دوقع باقا موقعات شنو ما كانت لا situation كانت كتجيني بزاف. كنت دائما هيدا stressed ودائما ما كنعرفش شنو غنعمل وما عارفاش كيفاش نتعامل مع هاد القلق هذا. موراها بديت كنسمع دي بودكاست especially واحد ديال لينور الكساندرا الا كتعرفوها. الا ما كتعرفوهاش I'm gonna leave her channel تحت باش تشوفوها حيت she has amazing videos for my English speakers. في بودكاست ديالها لينور الكساندرا كتعلم الناس كيفاش يتعاملوا مع anxiety وstress ديالهم. وسينس انا من ديك لا فيديو هذيك تعلمت بزاف الحاجات that I implemented on my life and they worked really well for me. قلت why not نعلم لكم حتى نتوما هاد الحاجات باش maybe حتى نتوما يخدموا لكم مزيان. الحاجة الأولى اللي غادي ننصحكم بها هي أنكم تعدلوا تمارين التنفس, يعني long breathing exercises. علاش؟ حيتاش هاد long breathing exercises أو هاد التمارين ديال التنفس كيساعدوا أنهم يوصلوا واحد لو ميساج in your mind بلي تينا you're safe, بلي تينا في أمان, بلي كل شيء ماشي وهداك, بلي كل شيء مزيان. حتى شتيك الأكسجين بيك يطلعنا دماغ كي يوصل هاد الميساج هادا. و at the same time كي حيد ديك trigger feeling which means أنك كي حيد لك ديك الإحساس بالخطر بلي شي حاجة خايبة عاد وقع, بلي هيدا something bad is gonna happen. No. So أشي نجربو بجوج بينا أنا وياك نعدلو هاد الإكزارسيس هادا دابا. So let's take a deep breath. Inhale, hold it Shriya, and then exhale. Make sure and you can exhale dialogue to and inhale dialogue to make sure the feeling dial I'm safe, I'm not triggered, يوصل your mind. ثاني حاجة غادي ننصحكم بها هي أنكم للناس اللي مبليين بالقهوة ينقصوا كافيين انتيك ديالهم, يعني تنقص كمية ديال الكافيين اللي كتكونسومي في النهار باش تحاول تكلم اكثر. حيتاش انا بعدا شخصيا ملي كنشرب قهوه قلبي كيبدا يضرب, كنستريسه بزاف وديك الشيء, يعني ما كنشرب حتى كنكون ديك صافي I'm tired I can't anymore I have many things to do من بعد. والا كنتي ما تقدرش تخلى على القهوه, يعني ما تقدرش تبدلها مثلا ماتشا ولا شي حاجه, حاول انك قهوه اللي عاد تشربها شربها قبل 12 النهار, يعني 9 7 6 باش ما تجي ويجي الليل حتى تكون صافي ديك كافيين ما بقاش عندها تاثير بزاف على your body وصافي تقدر تتكلم وتنعس دغيا. حيتاش عاود واحد الحاجه مهمه بزاف واللي كتعاون في انك ما تبقاش عندك القلق والستريس وانكزايتي هو انك تنعس واحد الوقت منظم, يعني يكون عندك الوقت منظم للنعاس ديالك ساعات كافيه ودائما نفس الساعات ديال النعاس, يعني ما تخربقش واحد نهار 8 ساعات واحد نهار 6 ساعات واحد نهار 7 ساعات, كل نهار نفس الوقت في نفس الوقت خصك تمشي تنعس. وطبعا ساعات النعاس كيختلفوا من شخص لشخص, يعني كاين توقي لك تضرب يفيدك, يعني كاين واحد الشخص اللي يحتاج مثلا 8 ساعات بينما كاين شخص اخر اللي غيحتاج غير مثلا 6 ساعات وكيكون مزيان طبي. ثالث حاجه وهي واحد الحاجه اللي عاد بديت انا كان امبلمنتيها ولا كنجربها في حياتي واللي هي at least 10 دقائق تحت قايله ملي ان شاء الله تفيق في الصباح. رجعت انا ملي كنفيق في الصباح كنمشي كنعمل واحد باسي وهيدا كنخلف في الزنقه كل مره شحال, بعد مره 45 دقيقه, بعد مره نص ساعه, بعد مره ثلث ساعه, ولكن الامباكت اللي كيكون عند هاد الخلفه على النهار ديالي مبدل بزاف especially ملي كنكون كنسمع شي بودكاست ولا شي حاجه كيجيني في حالي لا I'm not wasting time, كنستافد وفي نفس الوقت كنتحرك وكنضرب فيا قايله والليفل ديال الدوبامين كيطلع and I'm happier. So حاولوا انكم اللي تفيقوا في الصباح ماشي تجلسوا جوج ساعات في التليفون عاد تحرك من الكامه ديالك عاد تشوف شنو تعمل في النهار ديالك, لا اصلا خصكم تعرفوا بلي ديك الاشعه الزرقاء اللي كيجيونا من التليفون راه كي
هبطوا نيفو ديال الدوبامين عندهم بزاف ديال السيكندري ايفيكتس او لا اثار جانبيه على صحه الانسان. حاولوا ما امكن يتفيقوا في الصباح بكري. The first thing you do هي انكم اوكي اتس اوكي انك تجبر تليفون في الارما شوف غير لي نوتيفيكاسيون ديالك هيدا لما كنت شي حاجه ورخانتي وديك ساعه صافي نزل تليفون and go on a walk او لا غير هيدا خرج للبالكون وجلس واحد 10 دقائق شد عينك و خلي قيلة تضرب فيك هيدا خصك ضروري تضوض برا. خامس واخر حاجه غادي ننصحكم بها هي انكم تخصوا واحد الوقت نوالو يعني في النهار ديالك خصك تعدل واحد الوقت مثلا in your to do list او لا if you're not a to do list person خصص واحد الوقت نتا حاجه انك تجلس واحد الوقت ديالك بلا تليفون بلا والو او لا ماشي اكتيفيتي اللي ما كتطلبش انك تهضر مع شي واحد اخر فحال مثلا انك تقرا كتاب او لا تمشي تخلف او لا تجلس عند مديتاسيون يوغا ماساج بزاف الحاجات يعني اي حاجه اللي غادي تقدر تفيدك كاع انك تقدر تمشي لاسال خلف وسمع ميوزيك بزاف ديال الاكتيفيتي اذا خصصتينا الوقت من النهار ديالك انك تعمل واحد الحاجه من هادو من بين هادشي هذا غتخلي راسك تكون في واحد ليطا ديالتينا هنا ما تفكرش في فيوتشر سكيفي ما غاد ديكشي لك انكسايري عندك هادي يعني if you're in the moment كدعيش كل لحظة بشي ديالة هاد تخصيص الوقت من راسك كيخليك انك دعيش في ديك المومنتو هادك ما تفكر في شي حاجة اخرى سكيفي كتزولك ديك القلق ديك انكسايري وكتكون صافي هيدا mindful peaceful. So this was my very first video of the podcast Spilling a Tea. I really hope you guys enjoyed watching it. I might include this as an audio for l'application podcast, but I'm still not sure. I don't know how to do that yet. I'm still learning. We're gonna see. Manaraf. Thank you guys so much for watching. If you have any questions about this podcast, واخا تكون الاسم ديالو او لا خصكم تقولوا لي شي افكار اللي خصكم نزيد نهضر لكم عليهم في لي بودكاست لي ماجين it's gonna be every week from Thursday يعني كل خميس غادي نتطرقوا لموضوع جديد نصائح جدادين وحاجات اللي غادي يخليوك تعيش حياتك بواحد الطريقه easier ومايندفول. Thank you so much for watching. الى عجبتكم لا فيديو عدلوا جيم وكومونتي ولتحت دي زيده ديال المواضيع كما قلت لكم اللي بغيتوني نتطرق لهم في الايام اللي ماجام سيمانات لي ماجون وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم اللي كتحسوا بانهم حتى هما they're always anxious ودائما مقلقين وهذا الشيء ونصحوهم حتى هما بهذا لا فيديو باش يحاولوا حتى هما يمبلمنتيو هذا الشيء هذا اللي انا عملت في حياتهم and they're gonna see a huge difference حيتاش that's what I did. I will see you next week with another video. Bye bye.